يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا تريثوا في قبول خبره، لأن الفاسق ليس بأهل لأن يقبل خبره، فالخبر إنما يقبل من العدول الثقات، إنما يقبل من العدول الثقات. وأما الفاسق لا يؤمن أن يكذب في خبره، لا يؤمن عليه الكذب والزيادة والنقص، لأنه ليس عنده من الدين ما يردعه عن ذلك، فلا بد من التبين والتثبت. والمفهوم من الآية أن خبر العدل لا يحتاج إلى تبين ولا تثبت، فهو مقبول. هذا واحد فاسق أمرنا بالتثبت في خبره، مفهومه أنه لو كان عدلا ولو كان واحدا أنه يقبل خبره من غير تبين ولا تثبت. ففي هذا يعني في مفهوم الآية وجوب قبول خبر الواحد، خلافا لأهل البدع الذين يردون خبر الواحد لا سيما في العقائد. والأدلة على قبول خبر الواحد مستفيضة في السنة أكثر من أن تحصر، فالمعتزلة لا يرون قبول خبر الواحد، بل لا بد من أن يروي الخبر اثنان عن اثنين على الأقل. وعموم المبتدعة يخصون الرد بأخبار العقائد، فيطلبون للعقائد ما فوق خبر الواحد مما يسمى بالمتواتر الموجب للعلم. قد يقول قائل من أهل العلم وهم محسوبون على أهل السنة من يرى أن شرط الإمام البخاري في صحيحه أن لا يخرج لواحد متفرد بالرواية، بل لا بد أن يكون الخبر يرويه اثنان عن اثنين إلى آخر السند. وهذا القول قال به بعض الشراح كأبي بكر بن العربي والكرماني الشارح في مواضع من شرحه ردد هذا. ويفهم من كلام الحاكم أبي عبد الله والبيهقي، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فغرائب الصحيح ترد هذا الكلام. وأول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث فيه يردان هذه المقالة. حديث الأعمال بالنيات فرد مطلق، تفرد بروايته عمر بن الخطاب وعنه علقمة بن وقاص وعنه محمد بن إبراهيم التيمي فقط وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر يعني في أربع طبقات تفرد مطلق. فهذا يرد هذه المقالة. وآخر حديث أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن مثله، تفرد مطلق في أربع من طبقات سنده. فهذا القول ليس بشيء. ولذا يقول ناظم النخبة لما ذكر العزيز قال وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكمي، وفي بعض النسخ وقد رمي من قال بالتوهم، فليس هذا بشرط، إنما يقبل خبر الواحد. وقد يقول قائل إن عمر رضي الله تعالى عنه رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، وهذه شبهة من يرد خبر الواحد. نعم عمر يتحرى للسنة، يتحرى للسنة، ولا في مواقع كثيرة قبل خبر الواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل الوفود إلى الملوك يحملون تبليغ الرسالة وهم أفراد. فخطابه عليه الصلاة والسلام إلى هرقل إنما بعثه مع دحية الكلبي، ما رده وقال إن هذا الخبر لا يقبل لأنه واحد، وما ولو لم تقم به حجة لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا القول لا يعول عليه. وفعل عمر وصنيعه رضي الله تعالى عنه إنما هو من باب الاحتياط للسنة، من باب الاحتياط للسنة، وإلا فقد قبل خبر الواحد في مناسبات كثيرة.